بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيس مجموعة كارلايل العالمية ورئيس شركة إنرجين اليونانية استحواذ المجموعة على وصول شركة إنرجين بمصر وإيطاليا وكرواتيا في إطار توجه المجموعة للتوسع في أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وخاصة في منطقة البحر المتوسط. خلال اللقاء رحب الملا برغبة المجموعة العالمية في العمل في مصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد اجتماعا مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة. جاء اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، حيث أكدت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة. وأوضحت أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,867,000,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 27,500 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 6,175 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 8,958 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تزايد بيانات ثقة المستهلك الأمريكية الضعيفة، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% لتصل إلى 84.93 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% لتصل إلى 80.79 دولار للبرميل. وأيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى 2.54 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.19% لتغلق عند 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يشهد العالم حاليا ظاهرة تراجع إنتاج حقول النفط والبترول، ما يثير قلقا متزايدا بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار الطاقة، حيث انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنسبة 1.7% في 2022-2023. يؤثر انخفاض العرض من هذا المورد أو من هذه الموارد في السوق العالمية على الأسعار، حيث يؤدي انخفاض العرض من النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، حيث تعتمد الكثير من المحطات على النفط والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود. We'll be right back.
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع الصكوك لأجل 7 سنوات. الوثيقة المصرفية كشفت أنه تم تحديد السعر الاستراتيجي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقاومة بالدولار لأجل 7 سنوات بموجب برنامج إصدار الصكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم تسعيره في وقت لاحق. أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية بحوالي 35.21 مليون دولار لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8%. ذكر البنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على بيعها إليه مرة أخرى في المستقبل. يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا صعبا على المدى القريب، يأتي هذا بعد فشل مهرجان التسوق عبر الإنترنت في منتصف العام في زيادة إنفاق المستهلكين بالصين. مع فشل المهرجان الصيني للتسوق عبر الإنترنت في منتصف العام، يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا صعبا على المدى القريب. النتائج المخيبة للأمال لمهرجان التسوق عبر الإنترنت ألقت بظلالها قاتمة على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم. فللمرة الأولى تنخفض مبيعات التجارة الإلكترونية خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية. المهرجان سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية في 18 يونيو، واحتضنته جميع المنصات، حيث يأتي ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد يوم العزاب في نوفمبر، وينظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر. وفي هذا العام أثبت المهرجان مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق، ويرجع فشل المهرجان إلى تراجع معنويات المستهلكين بشكل أكبر في يونيو، فضلا عن توافر الخصومات على مدار العام منذ وباء كورونا، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.